يا أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع، عساكم طيبين يا رب. معكم ياسمين من قناة تاروت ياسمين أم مسك للروحانيات ولقراءة التارو. إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية يا رب العالمين. طبعا عنوان الفيديو اليوم هو ليش أنا جميلة وأنا حلوة وأنا عزباء وكل الأشياء فيني لكن ما يتقدم لي أحد، إيش السبب؟ أوكي، إيش السبب تأخيرك في الزواج؟ واحد واثنين، ودنا نعرف كذلك نظرة الرجل فيكي. هذه القراءة خاصة فقط في البنات، ممنوع دخول الرجال، تمام؟ رح نعرف حال وأحوال البنت هذه، إيش الأسباب اللي تمنحها من الزواج، ونظرة الرجل لك، تمام؟ يعني في كل شيء بنتكلم الآن. قراءة من دون ميك اب، قراءة واقعية وصريحة من دون مجاملات. كل ما عليك انك تختار بحسب الحجر او بحسب الحرف الاول من اسمك ان شاء الله. تجد الحروف في صندوق الوصف او في اول تعليق. خلينا نشوف، رح نبدأ بالحجر البيج وهناك الحجر الاخضر. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نعرف ايش وضعك، ايش امورك، كيف حياتك. صاحبة هذه القراءة نحلل كل شيء كشف كامل شامل. أول حاجة، إيش سبب التعطيل لصاحبة المجموعة رقم واحد؟ ما سبب تعطيلها؟ طيب، كرت مقلوب بس وراه كلام. سبب تعطيل المجموعة رقم واحد، خلينا نتأكد أكثر من الكروت. أوكي، 50% منكم عندكم تعطيل وأسحار، عندكم شيء يعني مكركب حياتكم، يعانون من السحر. أصحاب المجموعة هذه يعانون من طاقة سلبية، كانت سحر، كانت بنات، كانت سحر، كانت عين، كانت حسد، طاقة سلبية موجودة عندكم، والأغلب عندكم سحر، لكن مش بالضرورة، احتمالية. أقول لكم ترى هي نسب، القراءة العامة تراها نسب، فأنتم خذوا النسبة اللي تعنيكم. عندكم عين، عندكم حسد، عندكم طاقة سلبية مأثرة عليكم، هي سبب تأخرك في الزواج. صح أن الزواج قسم النصيب وبيد الله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت في عندكم تأخر، والتأخر بفعل فاعل. أوكي، متقدمين لك أشخاص بس ما يوصلون لك، في عندك أشياء كثيرة بس ما كان يتم الموضوع. على العموم فرحة متأخرة لصاحبة المجموعة الأولى، وعسى الله يفرجها عليكم ويفتح لكم أبواب الرزق، تمام؟ هذا سبب من الأسباب. لكن في سبب ثاني، إنه الشخص اللي يدخل في حياتك يخاف منك. أول حاجة يا أصحاب المجموعة رقم واحد، هو يخاف منك ويرى إنك إنسانة صعبة، صعبة الميراث، صعبة الطباع، صعبة التفاهم، صعبة المواقف. الإنسانة هذه إنسانة صعبة من جميع الأمور. بما معنى، إذا كنت تشتغلين فأنت إنسانة مستقلة ماديا، والرجل في مجتمعاتنا الشرقية والعربية والذكورية يخافون من المرأة اللي تشتغل، رغم أنه تعينهم وتساعدهم وتساندهم وتدعمهم ماديا، لكنهم يخافون من المرأة اللي تشتغل. فهذا الشخص كل من يدخل لحياتك يشوفك مستقلة، يخاف منك ويقول لا سيبني منها، أنا أبغى واحدة قطوة مغمضة ما تفهم شيء من الحياة. أوكي، عندك قوة شخصية، عندك مواقف صاملة على مواقفك، يعني إذا يكون عندك موقف يكون ما فيها كلام. صاحبة هذه القراءة أحييكي كل التحية على قوة شخصيتك، صراحة يعني قوية جدا. عشان كذا ما يقدر أحد يمررها عليكي. يعني إيش معناتها؟ يعني من يكذب عليكي أحد على طول تسحبين عليه، أنت كذاب، تواجهينه، جريئة في المواقف وتتكلم. أوكي، إذا عندك تلاقي أحد عنده عيوب تقول له ترى ما في حد خالي من العيوب، لكن تراك أنت كذا كذا كذا،
اذا تلاقين واحد يكذب انت كذاب كذا كذا كذا. فهذول الناس من جهة انك عندك بعض التعطيلات، عين متراكمة، حسد، طاقة سلبية، مهما كانت سحر او حاجة متعقدت لك حياتك ومؤخرت لك نصيبك، لكن كذلك قوة شخصيتك تمنعك من الزواج. اوكي، انا مش معناتها ترى انا اقول لك احييكي، مو معناتها انه انا يعني ابغاك تكونين تكونين ايش، ما لقيت الكلمة، ما ابغاك تكونين ضعيفة شخصية يا حبيبتي، لا بالعكس خليكي قوية لين ما يجيكي شخص يحتويكي. الانسانة هذه رغم قوتها لكنك تبحثين عن الاحتواء، وتبحثين عن السند، وتبحثين عن الحضن الحنون. من كثر القوة اللي انت فيها انت كأنك كذا امسك، انا صح اني قوية والقوة لله سبحانه وتعالى، لكن في نفس الوقت انا ابغى احد يكون اقوى مني. شفتيني انا قوية وصليطة اللسان، بس ابغى احد يحتويني، ابغى احد يحبني، ابغى احد يطبطب علي يقول لي انا معاكي، انا ادعمك في فكرتك، في مشروعك، في استقلاليتك المادية. الانسانة هذه تبحث عن سند بصراحة، وما لقيتي سندك. تمام، نظرة الرجل لك، انا اعطيتك انه هم نظرته نظرة ايجابية بصراحة، إنسانة محاربة، إنسانة عصامية، تبحث عن الاستقلالية، ما تمد يدها لأحد. أنت ما تمدين يدك لأحد، أنت إنسانة تتعبي وتشتغلين على نفسك، مستقلة ماديا، تبحثين عن الاستقلالية، تبحثين عن الراحة، وفي نفس الوقت تريدي شخص زيك زيه، يعني ما رح يكون في فرق، في مساواة بينكم. ما تريدي أحد يعني يعشمك أو إيش يمن عليك ببعض البيزات أو بعض الدراهم أو بعض الأموال. أنت إنسانة معتمدة على نفسك، لكن في نفس الوقت تريدي أحد يكون معك، يزودك ما ينقصك. صاحبة هذه القراءة تبحث عن شخص يزودها ما ينقصها، وشخص يساعدها ما ينكبها. اوكي، مع الاسف اللي جوكي كلهم منكوبين يا عمري، منكوبين نكبة الكلاب. اوكي، طيب شوفوا نظرة الرجل لك، انا اعطيناكي نظرة الرجل لك عاطفي، يعني من قوة الشخصية، مش يعني مضمونا، بس نتكلم هنا عن الشكل. صاحبة هذه القراءة وش ينظر لها؟ يشوفك وردة ما شاء الله، يشوفك جميلة، كل من ينظر لك يشوفك جميلة، يشوفك طاغية، يشوف عندك أنوثة عالية. أوكي، يشوفك نار وشرار بما معنى جميلة، وجمالك جمالك يوقع في الفخ، عندك أنوثة من كثر ما أنك شخصية قوية. لكن إذا نتكلم عن لوتر كوتي، يعني إذا نتكلم عن الجانب الآخر، أشوف أنك إنسانة جذابة جداً، يعني أنوثة طاغية من الأخير، يعني اللي يشوفك يصير عنده نار وشرار. أوكي، تثيرين الرجل وتحب ويحبك، في شغف اللي يشوفك، مش معناته أنه ينظر لك جنسيا، لكن يشوف شكلا أنك إنسانة مدري، بس يشعر برغبة أنه يحضنك أو يصير بينكم شيء. مش معناتها انه ينظر لك نظرة سيئة بنات، لا تخلطون الموضوع، لكن سبحان الله يشوفك انسانة مثيرة. تمام، طيب خلينا نشوف، يشوفك الجمال، يشوفك الصحة، يشوف كل شيء فيك كويس شكلا. على فكرة صاحبة هذه القراءة معقدة الرجال، كيف ذلك يا أمسك؟ كيف ذلك؟ كل من يجي صوبك، من يجي جنبك، تحسسينه بالنقص. كل من يجي جنبك حتى لو ما تتكلمين، بس يقعد كذا يصف جنبك، يشعر بالنقص، ويشعر أنك أحسن منه، ويشعر أنك أجمل منه، ويشعر أنه ولا شيء قدامك ولا يسوى شيء. صاحبة هذه القراءة تضع حدود للأشخاص، كروس كذا، تضع الكواروج، يعني تضع حدود وعلامات حمراء على كل من يقف جنبها. فأنت تطفشين الرجال بالطريقة هذه، تقول أنا ما علي منهم، أنا صح أني عزباء وصح أني متأخرة في الزواج، بس أنا يا أم مسك ما علي منهم، أنا إنسانة أريد كذا، أبغى شخص يا يجيني الشخصية اللي أنا أحبها، ولا ماني ما أبغى أحد، خلاص أنا كذا. راسك يابس يا بنتي، راسك ناشف يابس قسما بالله. شوفي نفس الشيء،
شوفي يا حبيبتي، كل من يجي صوبك أقول لك تطفشيه بتصرفاتك بكلامك. شوفي قلبك طيب بس لسانك طويل، بصراحة قلبك طيب بس لسانك طويل. أوكي شوفي حبيبتي، أنا بقول لك شيء الآن. أنت إنسانة رزق، يعني اللي بيتقدم لك يشوف إنك إنسانة رزق في حياته، إنك إنسانة خير، وجه خير عليه، إنك إنسانة فعلا كل من يتقرب لك يصير عنده رزق وبشائر سارة، إنه اللي بيتقدم لك يرتاح معاكي نفسيا وكل شيء بس يخاف منك. ركبتي لهم الخوف والذعر صراحة، يعني يشوفونك شمس مشرقة لكن يخافون انك تحرقيهم. مين الاخير؟ هذا هو، هم يشوفونك شمس بس يخافون انك تحرقيهم، يخافون انهم يشعرون بالنقص معاكي، يخافون انه الانسانة هذه يعني عيونها مفتحة. اوكي عطيتي انطباع انك شخصية قوية والقوة لله سبحانه وتعالى. ايش نصيحة الملائكة لصاحبة المجموعة الاولى؟ ايش نصيحة الملائكة؟ نزلت الحالة، وايش نصيحة الملائكة لها؟ اوكي لا تتوقفي، دام انه مبدأك هذا لا تتوقفي. ما شاء الله القراءة، شوفي مواكبة نغيتيبا، لا تتوقفي. بإذن الله شوزيسي اون نوفيل ديريكسيون، بإذن الله ستختارين توجهك الصحيح ورح يجيكي توأم روحك اللي انت فعلا تريديه. كل اللي مروا في حياتك ما علينا منهم فايدة، دام انه الشخص اللي في بالك وبمواصفات اللي انت اخترتيها رح يجيكي. خلينا نشوف هل في حب جديد بكروت الأوراكل وكروت الملائكية، خلينا نشوف هل بيجي شخص جديد في حياتك ولا لا. ما شاء الله بالله شوفي وش طلع، وش طلع بالله قولوا لي وش طلع. شوفوا زواج. شوفي مو مشكلة، اقعدي واصملي على، خليكي صاملة على، ما شاء الله حبيت قراءتكم، حبيت حبيت حبيت. سو سون تري بيانتو تري بيانتو، انا باذن الله راح يكون عندك شخص في حياتك في القريب جدا، بيكون عندك عرض زواج، ما هو مشكله، خليكي صامله في نفس مبدئك، لكن استشفي صاحبه هذه القراءه، لابد انك تستشفين عشان تتيسر امورك. اما مبدئك خليكي على مبدئك لين ما يجيكي المواصفات اللي انت تختاريها. حاليا لا يوجد احد، بس راح يدخل لحياتك باذن الله شخص محترم يخاف الله فيكي. خلينا نشوف من اي برج. اصبري اصبري شوي. اوكي نعم اعطتني بس التوقيت. يكون برج ناري، برج الحمل، برج الأسد، أو برج القوس الشخص هذا، أو احتمالية برج الجوزاء أو الحوت إن شاء الله يا صاحبة هذه القراءة. تمام الله يسعدكم، كانت هذه القراءة رقم واحد. لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الله يسعدكم وين ما تكونون حبايب القلب، لا تنسون الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. مرة أخرى كررتها آسفة، شكرا لكم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السحب رقم 2، المجموعة الخضراء، الحجر الأخضر. خلينا نعرف إيش نظرة الرجل لك جنسيا عاطفيا في الظاهر في الباطن، وخلينا نعرف سبب تعطيلك في الزواج وعدم تزويجك إلى الآن، وخلينا نشوف زواجك مو تزويجك. طيب خلينا نشوف، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ضايعة صاحبة هذه القراءة، عندك الضياع صراحة، كروتك فيها ضياع، كروتك فيها تعب، مزعوجة شوي، تريدي تتزوجي، في عندك تعطيلات كثيرة عكس المجموعة رقم واحد، لكن هنا مبين جدا انه انت انسانة ضايعة وتريدي تتزوجي وتريدي تستقري. صاحبة هذه القراءة تبحث عن الحب، تبحث عن المحبة،
مش بالضرورة يكون حب عميق، لكن تبحث عن المحبة، تبحث عن السعادة، تبحث عن الاستقرار. ليش لا؟ هذه سنة الحياة، والزواج سنة من سنن الحياة، والزوج مكمل هي الروح وتلاقي الأرواح. تؤمنين بتلاقي الأرواح صاحبة المجموعة الثانية؟ تريدي إنك تتزوجي وتستقري مهما كانت لك التكاليف، لكن إيش؟ تحسي عراقيل كثيرة، تحسي عندك أسحار. للبعض منكم قاعد يستشفى، للبعض منكم يستشفى، للبعض منكم داخل في حصص علاجية، يمكن حتى احتمالية إنكم تكونون عندي أصلاً، أو أنتم في البعض منكم هنا من زباين يمكن قاعدين تستشفون الآن، في عندكم طاقات استشفائية، وللبعض منكم يجب إنك تستشفى، لأنه هنا كل التعطيلات موجودة بكثرة، وكل من يصل للعين لا يشرب منها بصراحة، بكل صراحة وأمانة. فسبب تأخرك في الزواج واضح جدا، هو عدم اكتمال، شفتي، غير مكتمل، كل أشيائك غير مكتملة، سوى في الرزق، سوى في الحال، سوى في الصحة، سوى في العمل. يعني الله يكتب لكم الخير ويسر أموركم يا مجموعة واحد، لكن أنتم تشعرون بالضياع، مو فاهمة نفسك، مش عارفة ايش تحبين. حتى لو يجيكي شخص ما يكون انسان فعلا فعلا هذاك هو الشخص اللي انت اخترتيه، تمام؟ في عندكم شيء ما يعجب صراحة. نظرة الرجل لك عاطفيا وباطنيا وشكلا ومضمونا. طماعين، الاشخاص اللي داخلين لحياتك كلهم طماعين. صاحبة هذه القراءة يمكن انه انت انسانة عندك فلوس، صاحبة مشروع، صاحبة عندك بيت، عندك شغل، عندك استقرار، عندك حاجة بصراحة. كل من يدخل لحياتك يطمع فيك يا قلبي، كل من يدخل لحياتك يشوفك فلوس. البعض منكم عندكم وضعية ما تعجب، ما تسر، عندكم وضعية بما معنى بقول لكم إيش. طيب بصراحة أنا جبت لكم شمع طاقي عشان تطلع من عندي الطاقة السلبية هذه، أنا بصراحة حسيت بكآبة وأنا أقرأ. شوفوا حبايبي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الناس اللي أصحاب المجموعة الثانية عندكم طمع كبير، يا إما في ناس تطمع في وضعيتكم، يا إما أنت مثلا أبوكي أو أمك الله يطول في أعمارهم إذا عايشين، الله يرحمهم للمتوفين، يمكن أنه أنت كنت محتاجة لسند عائلي، عندك أحد في العائلة توفى، فالشخص هذا كان بيستغل طيبتك وبيستغل وحدتك. إذا أنت عانيتي ظلم، كل ما تتكلمين معه وتقولي أنا مظلومة، أنا انظلمت وأنا أبغى العوض، شوفي من تتكلمين عن كلمة عوض بيجيكي شخص يخرب لك حياتك. اسمعي كلامي، لا عدتي تتكلمين عن نقاط ضعفك، لا عدتي تتكلمين إنك وحيدة، لا عدتي تتكلمين إنك أنا إنسانة وحيدة، أو لا تتكلمين إني أنا تأخرت في الزواج. انسي موضوع إنك تأخرتي في الزواج بطريقة نهائية، لأنه كل من يدش لحياتك ويدخل لحياتك تراه يستغل هذه النقطة، بيستغل نقطة ضعف عندك. أنا ماني عارفتها وش هي نقطة الضعف، تأخر في الزواج، إنك محتاجة سند عائلي، إنك محتاجة أحد في حياتك. لا عدتي تتكلمين عن نقاط ضعفك نهائيا، ولا تقولي هذا حبيته ولا ما حبيت، انسي نهائيا. او تتكلمين عن موضوع انه تبغين سند، ما سند الا نفسك وجيبك يا قلبي، ما سند الا نفسك وجيبك. اسمعي كلام، اسمعي، ترى انا بتكلم بحكم خبرتي ما شاء الله 6 سنوات بموضوع التارو، من كثر المشاكل يوميا اسمعها الشعر شاب، خلاص تعبت، فهمتم؟ فكل من لم يسمع كلامي يخسر، وتجيني تتندم. اسمعي كلامي، كل من يشوفك يرى انك فريسة لازم انه ياكل منها، اذا كل واحد بياخذ منك عظة ايش بيقعد عندك العظم؟ اذا عندك فلوس تصرفيها على نفسك، ولا تساعدين اكس ولا زد، ولا تساعدين احد، ساعدي نفسك. ترى اللي بيدخل لحياتك إلا الطماع وأخوه، بقول لك صدق والله العظيم، ترى من جد. طيب إيش بيشوفك؟ يشوفك مالا، يشوفك مال. طيب إيش بيشوفك شكلا؟ خليني أغير الطاقة وبعدين نرجع نتكلم. إيش بيشوفك شكلا؟ جميلة، أوكي، شوفك جميلة، شوفك إنسانة عاطفية جدا، عاطفية جدا، يعني شكلا يقول إنسانة هذه طيبة، يعني من كل من يشوفك
يشعر بالأمان معك والأمان المادي كذلك. تأمنين له مبالغ ولا إيش؟ فاتحة بنك خيري ولا إيش؟ لا أنت تساعدين أحد. أنا تراني بتكلم، مش بالضرورة نتكلم عن ملايين، ترى بنتكلم حتى عن 1000 ريال أو حتى 100 ريال يا عمري. مو فاتحة بنك خيري أنت، لا تساعدين أحد. عاطفية، يشوف أنك إنسانة بشوشة حلوة سهلة، فريسة سهلة، من الأخير يشوفك فريسة سهلة. عشان كذا كل اللي يجيك يعشمك وما يتزوجك. خليكي شديدة وخليكي قوية وخليكي متينة، واعرفي مع مين تتكلمين واثقلي. لا تقولي انه انا تأخرت في الزواج، ارمي نفسي على من يسوى واللي ما يسوى. قيمتك غالية، اذا ما غليتي نفسك، اذا انت ما تغاليتي على نفسك وعرفتي قيمة نفسك. انت ما عرفتي قيمة نفسك، ابي يجي شخص بيعرفك قيمتك؟ مستحيل. تتغلين بنفسك كل من يشوفك، والله يخليكي. أبقول لك حاجة ولا تزعلين مني. ليش في بنات مو أوكي؟ ليش ما تلاحظين إنهم يركضون وراهم ركض؟ ما تلاحظين إنه البنات اللي مو أوكي، ما بنتكلم شيء بس نقول البنات اللي مو أوكي، ما تلاحظين إنهم يركضون وراهم ركض الرجال ولعابهم سايل على البنات هذه؟ ما سألتي نفسك ليش؟ لأنه رغم إنه هم بيسوون أشياء مو كويسة، لكن مغلين نفسهم. صح إنهم رخاص، لكن يخلون الرجل يركض زي الكلب. فعرفتي إيش السبب الآن؟ عرفتي السبب هذا ولا ما عرفتي؟ أما أنت تركضين ورا الرجل مهما كنت غالية في عيون عائلتك ونفسك، من ركضك ورا الرجل رخصتي نفسك. فهمتي؟ تي ما لاحظتي هذول البنات؟ إذا في هذا الرجل في غيره، إذا في هذا الرجل في غيره، عشان كذا يقول يركض وراها حتى لو يعرف إنها رخيصة بس يركض وراها. لو تغلين نفسك وأشوفك إنسانة فعلا تعرفين قيمة نفسك، أنا بقول لك والله العظيم يركض وراكي زي الكلب أي أحد. ولا تتكلمين يا عمري عن موضوع الزواج، مش معناتها أنا طيب يا أمسك إيش بتكلم يعني؟ أنا إنسانة جادة، مو نحن نعرف إنك جادة، جادة بس مش معناته إنه اللي بتتعرفين عليه ترمي نفسك. انسي دائما الموضوع هذا، انسي نهائيا. أوكي، شكلا عاطفية وطعم سريع، طعم سريع الافتراس. أنتي طعم صراحة. مضمونا إيش يشوفك؟ شوفك فرصة، لا حول ولا قوة إلا بالله، شوفك فرصة. ومن يدخل لحياتك يطبخ لك طبخة كذا عشان يجيب آخرتك. شوفي القوة اللي أنت فيها، الأسد ساقط مرمي على الأرض، يشوفك فرصة لا تعوض. الظاهر ينظر لك شكلا أو ينظر لك شكلا أو مالا أو جنسا، طمعان فيكي، وشوف إنك طيبة مع ذلك. اثقلي، خليك إنسانة قوية. السبب الأول عندك عراقيل، السبب الثاني ترمي نفسك من محبتك، ترى من صدقك. مش أنا ماني قاعدة ألومك، أنت طيبة جدا في زمن قلت فيه البنات الطيبة وبنات الحلال، بس الرجال عمي يا حبيبتي، الرجال عمي، الرجال أوكي ما يشوفون. الله يأخذهم قسم بالله، الله يأخذهم. أنا من تجيني واحدة مسكينة تكون بسم الله ما شاء الله قمة في الجمال والذوق، تجيني متحسر على نفسها، يكون وجه زي الفحم، وهي إيش بقولك، قطعة ثلج من الجمال والبشاشة وبنت الأصول وكذا، وجه زي الفحم قسما بالله، ومع ذلك تحبه وسوي لي جلب وأنا أحبه يوم مسك وش أسوي له وما أدري وإيش. طيب وبعدين بالله ما ادري وش بقول لكم. الله يا رب يعوضكم كل خير. نصيحة الملائكة لك، سوي مديتيشن، سوي اشياء، شوفي سوين اشياء زي المديتيشن زي اليوغا، سوي اشياء كذا تريح لك اعصابك، سوي اشياء تعزيز ثقة في نفسك. انت محتاجة احد يسندك ويقرصك من اوذانك ويقول لك اثقلي، محتاجة كذا، ماني عارفة. أنا لو جيتيني أنتي الآن أقول لك اثقلي، ما فيها كلام مجموعة ثانية. يعني سبب تأخرك في الزواج هو
عطائك اللامحدود، عطائك اللامحدود. العطاء مهما كان نوع العطاء، ترى بنتكلم عن عطاء ومحبه. ترى حتى البنت هذه من تحتي، من تحتي بمحبتها وصدقها ولطفتها. محتاجه استقرار، بس قبله مديتيشن، بتسوين طاقات استشفائيه بالاساس، عشان اول حاجه تبعدي كل الاشياء اللي عندك، هذول العراقيل، يبغالك تنظيف طاقه كامل. اصحاب المجموعه الثانيه، كل من يجيني من اصحاب المجموعه الثانيه عندكم خصم 50%، وش رايكم على اي عمل روحاني الان؟ محتاجين انتم كذا بصراحه. طيب بخصوص الاسابيع الجايه، اوكي الاسابيع الجايه شكلي بتسوين بتسوين اشياء روحانيه يعني بالاساس، تطلبين المساعدة من الملائكة أو الأشخاص. يعني عندك حب جديد، كل الإكس وات هذول اللي أنت تتكلمين عليهم انسيهم. عندك إكس، كل من شخص من الماضي أبغاك تنسيه. يعني من تجيني وتتكلمين معاي تحجزين قراءة خاصة أو عمل، تراني بأشتغل لك على شيء جديد. القديم نكبه في زبالة، كل من شخص قديم نكبه في زبالة، بياخذ معاه الماضي ويروح وراه. ترى احنا بنمشي قدام مش ورا. نيو لوف، ترو لوف، بيكون عندك حب جديد وبداية جديدة مع شخص جديد يحترمك ويقدرك. بعد ما تتعزز ثقتك بنفسك وتحبي نفسك وتحبي حالك، وقتها بيجيك الشخص الكفو. أما الآن الأشخاص كلهم زبالة اللي عندك يا حبيبتي، ما يستحقونك قسما بالله. ترى يعني بقول لك لأنه اسمعوني، أنا في صف النساء مهما كانوا ظالمين أو مظلومين، أنا دايما في صف النساء، والقراءة هذه للنساء فقط، لا يوجد رجال فيها. اسمحوا لي، خليني أفش أنا غلي كذا من الرجال. صح اني ما عندي مشكلة معاكم، بس ايش سبحان الله، من كل يوم اسمع كلام واسمع اشياء، يعني اشياء تقول يا رب كيف الاقي هذول الرجال يسوون كذا في رفقا بالقوارير. ما تعرفون رفقا بالقوارير، ما تعرفون انتم رجال ما تعرف تتعامل مع البنات. انتم تبغوا بس اللي تدقكم بالعصا على روسكم. الله يعينكم، الله يعينكم يا بنات، مهما كنتم ظالمين أو مظلومين أنا كنت دائما معاكم ولسه معاكم بأدعمكم. الله يكتب لكم الخير، الله يسهل أموركم. شكرا لكم، كانت هذه القراءة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الله يسعدكم ويوفقكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.